هذا وتأسف الملك محمد السادس التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، التي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباعا سلبيا لاسيما في المحافل الدولية. فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد. ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معا من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر، فالإصابات التي تقوم بذلك هي عدونا الحقيقي والمشترك، وإذا عملنا سويا على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتجفيف منابعها. ومن جهة أخرى سنتأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر. والتي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباعا سلبي لا سيما في المحافل الدولية. لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يضيع الطاقات بلدينا ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنما توأمان متكاملان. لذا أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل سويا في أقرب وقت يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبنا عبر سنوات من الكفاح المشترك.